ال 4 بيت باينري اد دوت يا جماعة هيجمع رقمين، بس الرقمين اللي هيجمعهم هيبقوا من قوانين من 4 بيت، يعني رقم 4 بيت يعني 0 مثلا 1 0 1 1 1 1 لحد 4 بيت. رقم ده أول رقم. الرقم التاني هيبقى برضو 4 بيت. معنى كده إن أنا هجمع 4 ديجيت. طيب أنا ممكن أستخدم نحل المشكلة دي إزاي؟ إحنا حليناها هما عملوا أي سي نفس واخد الكونسبت بتاع الفول أدر، إن هو بيجمع 3 أرقام مع بعض، يعني بيجمع ديجيت الأولاني مع الديجيت التاني وبيبقى زائد الكاري بتاعهم، طبعا يبقى كده جمع 3 ديجيت مع بعض، واللي بيطلع بيروح حاطه على هنا مثلا نوضح على الرسم. ده رقم الديجيت الاولاني في الفول، دي تعتبر على بعض فول ادر كده، ده الرقم الاولاني، رقم الديجيت التاني وطلع لي السام وفي كاري ولا حاجه، وده الكاري تمام. هنا باخد الكاري واوديه على الديجيت التاني، ادي الديجيت التاني ديجيت زائد الديجيت التاني من الرقم التاني واخد الكاري بتاعه، وبيكون عندي الكاري الاولاني اللي انا ببدا بيه بحطه بزيرو، لان لما اجي اجمع رقمين يعتبر الحاجه اللي جايه لي في فوق بتبقى بزيرو تمام. زي كده مثلا بجمع الرقمين دول، فهنا انا الكاري اللي جاي من بره بزيرو، فانا عندي 1 و1 دول بيبقوا 0 و1، حط ال1 هنا، فال1 اللي هنا ده هو ده الكاري اللي جاي له من هنا، ال1 جاي من بقى 1 1 1 بقى 3 3 ما نوزعهم باينري هيبقوا 1 1، حطيت ال1 وبقى معايا ال1 فوق هنا، فال1 اللي بقى معايا فوق هنا ده بقى ايه، حطيته هنا كمان 1 0 0 يطلع لي ب1، وهنا 1 1 يطلع لي ب1، يطلع لي ب2 والاثنين معايا ب0 1. هو عايش هو هنا في غلطة بس في الحسابات، هو هنا ما حول الرقم دوت نسي يحول ال1 ده لزيرو، في غلطة عنده هنا. الكاري الأخير دوت هو آخر حاجة بيطلع لي لو كان في كاري زيادة أو كده، وبيشتغل على نفس الفكرة دي، إن دوت ال 4 بيت باينري أدر. بيقول لك إن طبعا الكاري دوت بيحدد إشارة الرقم، يعني إذا كانت بوزيتيف أو نيجاتيف. طبعا إحنا هنا بنجمع رقمين فأكيد الرقم اللي هيطلع هو بس، إنما هو قصده يعني بعد كده في حالة لما أجي أعمل سبتراكت تمام. إحنا بقى بندور على طريقة نعمل بيها سبتراكت. ايه الطريقه اللي ممكن اعمل بيها سبتراكت؟ احنا عارفين لما كنا بنعمل سبتراكت كنا مثلا هو اللي عندي الاي سيز ما بتعرفش تعمل سبتراكت، تعمل ادر بس، فده يعتبر الرقم الاولاني اللي هو ايه ماشي، وده الرقم الثاني تمام. فالرقم الثاني ده كنا بنجيب بنعمله ايه، بنجيب الفيرست كومبلمنت بتاعه وبعد كده نزود عليه واحد فيجيب السكند كومبلمنت، وبعدين نغير اشاره الطرح تبقى جمع، يبقى انا كده يعتبر كاني طرح. طيب هنا هو عمل نفس الحكايه دي. طب اجيب ازاي الفيرست كومبلمنت من الرقم ده؟ الفيرست كومبلمنت ان احنا بنغير الارقام دي كلها، ال1 بيبقى 0 0 1، يعني الكومبلمنت بتاعه لو بي داخل كده بي 1 بي 2 بي 3 4 فعملت له ادي الكومبلمنت، يبقى اللي داخل هنا ده كده ايه، ده مش الرقم اللي داخل، لا ده الكومبلمنت بتاعه. طب انا عايز ازود واحد، ازود واحد منين؟ ازود واحد بقى على الكاري زيرو اللي هو اول رقم، يعني بعد ما عملت كده اروح مدخل هنا انا بقى ايه 1 عليهم كمان، يبقى يعتبر ان اللي انا الواحد اللي انا زودته ده زودته على الفيرست كومبلمنت وخليته سكند كومبلمنت تمام. طيب دلوقتي احنا هو طبعا الواحد اللي بيخلو ده واحد ديسيمال، ففي الباينري برضه بيبقى 1 0 0 0 كده الزيروهات كلها، فهي يعتبر برضه 1 في الكاري بتاعه، هندخله عليه ويعتبر الناتج اللي هيطلع مننا يبقى A minus B. A اللي هو مش A ده يا جماعة مش ديجيت واحد، A اللي هو A1 و A B اللي دول 4 بيت تمام. طيب احنا عايزين بقى نعمل حاجة، ودي السيركل اللي احنا نصممها في المعمل بتعمل ايه، بتجمع وتطرح مع بعض، اعمل مود بتجمع وتطرح مع بعض. الحاجة الوحيدة اللي تعمل لي كده انا بدل ما ادخل النوت دوت احط بدلها اكس اور. طب ليه اكس اور؟ عشان اكس اور دي الحاجة الوحيدة اللي لما بدخل الانبوت لو دخلت معاه زيرو بيطلع لي زي ما هو،
في ال x4. لو عوضت كده مع نفسك كده حطيت ال x0 هتلاقي ان دايما كل مرة قيمة ال x هي اللي بتطلع لما بدخله مع ال x4 بتزيد. ولو دخلت معاه 1 بيطلع لي ال x داش، بيطلع لي عكس ال x برضه لو عوضت، يعني بتشتغل ك convert تمام مع ال 1. فبدل النوت دي احط ايه ال x4، ولو كانت 1 تمام هتحولها لي بي اللي هي تبقى داخله معايا، لو كانت 0 هتفضل زي ما هي. وهاخد الطرف الثاني، تعالوا نشرح هنا على السيركت عشان محدش يطلع. ادي البي داخله زي ما هي، اعتبر ان دي كانت النوت، بس دي مبقتش النوت دلوقتي بقت اكس 4. الطرف الثاني بقى وصلته كله ببعضه وجبته كده على ده. فالطرف الثاني ده لو كان بي ايه بي 0 هيدخل مع البي وهيطلع البي زي ما هي، وهتعمل ادر عادي خالص. لو كانت 1 اللي هيطلع لي من هنا يبقى ايه، هيبقى من هنا ومن هنا ومن هنا، هيبقى البي داش اللي هو الفيرست كومبلمنت. طب الفيرست كومبلمنت ده محتاج ايه؟ محتاج 1، محتاج 1 اللي هو الكاري يبقى ب 1. فانا دخلت هنا الكاري ب 1 ووصلت كل السلوك دي. يا جماعه السلك ده ملوش علاقه بالسلك اللي ماشي ده كده، السلك اللي ماشي ده كده متداخل على الانبوت التاني دوت وطالع متوصل كله مع بعضه مع السي 0 اللي هو الكاري الاولاني، بحيث ان انا لو دخلت دوت بزيرو فهيبقى دوت زيرو وكل دولت بزيرو وهيطلع لنا البي زي ما هي خالص وهيعمل ادر. لو دخلت دب 1 يبقى هيدخل دب 1 هيطلع لنا هنا الداش في ده كله، هيبقى الفيرست كومبلمنت. وانا مدخل 1 هنا يبقى كده زودت عليها 1، يعمل لي سكند كومبلمنت بتاعه، وطبعا هيعمل ادر يعني بعدين دي هتبقى سبتراكتور تمام، يعني ادر للسكند كومبلمنت اللي هو سبتراكتور A اهوت وادي البي. يبقى انا كده عملت تو مود، بتحكم في المود ده من خلال ايه؟ من خلال السي او ذا او الام اللي هي هنا في النود دي تمام. يبقى انا كده هي دي اللي احنا بنعملها امبلمنتيشن في المعمل. طب احنا كده محتاجين ايه؟ محتاجين واحد هيقول لي طب احنا ايه ده، احنا نحتاج بقى فول ادر وفور فول ادر وسيركت بتعمل اكس اور. لا احنا هنا هنحتاج في عندنا اي سي بتعمل الفور بيت باينري ادر مع بعض، ويبقى كده هحتاج بس الاكس اور ديت وهبدا اشتغل عليه. ادي رسمه هي رقم 83 في المعمل، هجيبها واجيب الاكس اور اللي هي رقم 86 وابدا اعمل الاكسبيرمنت بتاعتي عادي خالص. عايزين حاجه بقى، احنا لما هنيجي نوصل احنا قلنا ان البي هتتوصل الاول على الاكس اور، فالبي هندخل البي مثلا من هنا وال2 دي هتبقى حاجه تطلع منها سلك. وبرده هنا احنا هنحتاج الاربعه عشان احنا بنعمل 4 بي، هنحتاجين 4 بي يعني. وهنا البي وهنا حاجه مثلا الخمسه، وهنا البي وهنا طلع سلك، وهنا البي وهنا طلع سلك. السلوك اللي طالع اللي هي الثانيه ديت هوصلها كلهم مع بعض وهروح اوصلهم بايه؟ بالكاري 0. لاحظوا يا جماعه ان هنا ما عنديش غير الكاري 0 والكاري 4، الكاريز من جوه بقى كلها متوصله ببعض، هي متوصله في الادر دي كلها ببعض. طيب تمام جدا، يبقى احنا كده فين؟ طب هنا الاي موجوده اهي، البي بقى هجيبها منين؟ البي دي قلنا هتيجي من الاكس اور اللي هي رقم 3 مثلا بي 1، حطيناها في اكس اور فهتيجي من رقم 3 على البي 1 هنا وهكذا، والبي 2 برده هتيجي على البي 2 هنا. ويبقى عندي اللي هيطلع لي الاس سمشن ده اس 1 واس 2 واس 3 في النهايه هم كلهم 4 ديجيت مع بعض، هو ده الرقم اللي هيطلع لي بنجمعهم بحط عندهم الليت عند السمشن ده. الكاري ممكن احط عندها ليت او لا، ديت اللي هي بتبين لي الرقم دوت اذا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف، لان انا بعمل سبتراكت وبعمل اد، عايز اعرف الرقم اللي طالع دوت هيبقى ايه تمام. وطبعا الرسم بتاعنا هيبقى في صفحة 56 57، هنبص عليه كده برضو عشان الناس أهم حاجة عندها تركز على العملي، وممكن يكون في ناس كتير فاهمة الكونسبت دوت بس مش قادرة توصل فكرة بتاعت العملي دي. طيب تمام، هنبدأ دلوقتي.